السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك ويحفظك من كل سوء إن شاء الله يا رب. ولك بمثل، إذا دعوت فاعزم المسألة. بإذن الله يا رب إن شاء الله، ربنا يبارك في عمرك. فضيلة الشيخ أنا عندي سؤالين. سأل يا حبيبي. السؤال الأول، أنا عندي أولادي، يعني أنا ما عنديش خبرة بالمدارس والتعليم لأني ما تعلمتش، وديتهم تربية وتعليم. طيب كويس. وصلوا للصف الخامس الابتدائي وانا يعني عايز اوديهم ازهر. يعني هم رافضين، فخايف يكون علي اسم. ليس عليك اسم ان شاء الله.